السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم مدونة حبيب. لمعلومات لا تنسى اشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلك الجديد. إن شاء الله في هذا الفيديو نحل مشكلة انت تحويل النقاط من سويت واليت إلى منصة بايبت. جيوم هذه الرسالة كما هذه الشاشة، جي ترسل النقاط من سويت واليت إلى منصة بايبت، يقول لكم فشل الإرسال. ما هي المشكلة؟ كيفاش نحلو هذه المشكلة؟ لازمك تشري عملة النير، تشريها من محفظة سويت واليت أو تشريها من بايبت أو منصة باينس، باش تقدر تشري هذه العملة النير، تشري عملة USDT بعد تحول إلى عملة النير، وهذه عملة النير تحول إلى محفظة سويت واليت، باش تقدر ترسل النقاط إلى منصة بايبت بطريقة سهلة جدا بدون أي مشكلة. قبل تشغيل هذا الفيديو لا تنسى اشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يصلك جديد. خوتي بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، وصول الى 17000 مشترك، جزاكم الله خير. خوتي ما ترونش بعيد، دوك نرجع لكم بعد الفاصل ونواصل. كاين زوج طرق تشري بها عملة النير من سويت واليت محفظة، ولا تشريها من منصة باينس ولا بايبت. هذو كاين زوج طرق. دوك ندير الطريقة الأولى، نشرو عملة النير باش مراجع ترسل النقاط من سويت واليت إلى منصة بايبت، ما تجيكوش المشكلة نتاع يقولك إرسال الفشل. فهمتو خاوتي؟ نروحو الطريقة الأولى، ندخل إلى محفظة تاع سويت واليت بهذه الطريقة خاوتي، ومن بعد واش نديرو خاوتي؟ نجيو هنايا لهاذيا، هاذيا نكليكي عليها، ومن بعد نجي هنا نكليكي هنايا، ومن بعد نختار عملة النير، هاي النير بهذه الطريقة. هنايا هو المبلغ، أقل مبلغ، أقل مبلغ هو 0.7. إذا درت 0.5 ما تقدرش تشري عملة النير. حنا واش نديرو؟ نديرو 0.7، ومن بعد نجي هنايا نختار عملة السويت بهذه الطريقة. معناها 0.7 النير ينحولي 157 من عملة السويت. ومن بعد نديرو التأكيد، ومن بعد نديرو هذه السحب، تم شراء عملة النير. ومن بعد تقدر ترسل النقاط إلى منصة بايبت عادي بدون أي مشاكل. فهمتوا خاوتي؟ كاين الطريقة الثانية، تشري عملة النير، واش دير؟ تروح منصة بايبت بهذه الطريقة خاوتي، أني سهلها لكم خاوتي باش تشري عملة النير. هنايا واش دير في حالة هذه؟ لازم لك واش دير؟ تشري عملة النير من منصة بايبت ولا من منصة باينس. إلا ما عندكش الدولار، إلا في حالة ما عندكش الدولار، واش دير؟ تروح إلى منصة باينس إذا كان عندك باري ديموب، تشري عملة USDT ومن بعد تحولها إلى عملة النير. وهذه عملة النير تحولها من منصة باينس، تعاود تحولها إلى منصة بايبت، ومن بعد تحولها إلى من إلى محفظة تاع سويت واليت. فهمتوا خاوتي؟ هاي سهلها لكم. لا، هنايا يبيعوا USDT غالي، هنايا في بايبت يبيعوا USDT غالي ماهوش من باينس. فهمتوا خاوتي؟ هايوا واش نديرو؟ نروح الى منصة باينس، ومن بعد نروح المحفظة، ومن بعد واش ندير؟ نروح التمويل، ومن بعد نروح شخص الى شخص بهذه الطريقة خاوتي، ومن بعد نختار الشخص اللي يبيع USDT في منصة باينس. مثال انا نحوس نشري، مثال نحوس نشري انا 100000، هذا مك 100000 للشراء. ومن بعد سيدي هو يبعث لي، خلاص بعث لي، ومن بعد واش ندير؟ نروح الصفحة الرئيسية، نروح التحويلات، ومن بعد واش ندير؟ نختار عملة USDT، هاي عملة USDT، ومن بعد نختار عملة النير، نكتب هنايا النير، هاي النير، وندير آخر مبلغ شحال عندي، وندير تم التحويل. من بعد واش ندير؟ نلقى هنايا في الفوري، نلقى النير، عملة النير في الفوري. ومن بعد واش ندير؟ نروح منصة باينس، عفوا منصة بايبت، ندير سوليد، ومن بعد ندير ايداع، ومن بعد عندي ايداع عملة الرقمية، ومن بعد نختار عملة النير خاوتي، نير،
هاي خاطي النير، ومن بعد واش ندير؟ نختار عملة النير، خلاص اخترناها، ومن بعد نوع الشبكة هاي النير، ومن بعد نختار ننسخ الادريس بهذه الطريقة، ومن بعد نروح من يسار باينس، ومن بعد واش ندير؟ ندير السحب، ومن بعد نختار عملة النير، النير، ومن بعد ارسال عملة شبكة بهذه الطريقة، ومن بعد واش ندير؟ عملة النير هذه نروحو خاوتي ندير كوبي هنايا نديرو هذه خاوتي النير، نكليكو عليها نديرو مبلغ مثال عندنا واحد نير، وندير السحب، ومن بعد واش ندير؟ نروح بايبت، ومن بعد واش ندير؟ نجي هنايا وندير السحب وندير عملة النير، ومن بعد واش ندير؟ نروح الناس عفوا نروح لمحفظة تاع سوت واليت، ومن بعد واش ندير؟ هذه الطريقة الثانية خاوتي، ومن بعد واش ندير؟ ندير هذه، هذه هي تاع السهم، ومن بعد ندير استقبال هي، ومن بعد واش ندير؟ نختار هنا ندير كوبي هي خاوتي، شفتوا معايا ادريس واليت ادريس مش هذه، هذه هي ندي كوبي، ومن بعد نروح من يسار بايبت، ومن بعد نجي هنايا ندير كوبي، ندير موافق، وندير تأكيد الحفظ، سيتم التحويل عملة النير من بايبت إلى محفظة سوت واليت، ومن بعد واش ندير؟ نقدر نحول النقاط عادي بدون أي مشاكل، مثال أنا نحول النقاط، ندير إرسال، وندير عملة سويت، ومن بعد نروح بايبت، ومن بعد عندي ايداع، عندي عملة الرقمية، ومن بعد عندي سويت واليت او سويت هيا خاوتي سويت، ومن بعد عندي النسخ، ومن بعد نجي هنايا وندي تأكيد ارسال، ومن بعد ندير واحد وندي ارسال وندي تأكيد خاوتي، بهذه الطريقة خاوتي سيتم التحويل، ها ندير بهذه الطريقة خاوتي سيتم التحويل بدون أي مشاكل، نستناو شوية، هاي تحولت خاوتي، هاي تحلت المشكلة بدون أي مشاكل، أنا عندك زوج طرق، حبيت تشري النير عن طريق على المحفظة تاع سوت واليت، ولا تشري النير عن طريق منصة بايبت أو منصة باينس، بهذه الطريقة خاوتي، أنا حلينا مشكلة، تحل مشكلة وحدك. بدون الوسيط بدون نصب او احتيال دي كل شيء وحدك بهذه الطريقه، فهمتوا خاوتي؟ مهم اللي عنده اي مشكله او عنده اي استفسار يتواصل معنا عن طريق الواتساب او عن طريق الفيسبوك او يخلينا تعليق اسفل هذا الفيديو، عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يصلكم جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.